صباح الخير احمد يسمعك على راديو السين سعيد. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محطة معالجة مياه بحر البقر، وهي أكبر محطة تحلية مياه في العالم بتكلفة 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5,600,000 مليون متر مكعب يوميا. هتساهم في زراعة أكثر من 400,000 فدان وفرص عمل لأكثر من 40,000 فرد. المشروع هدفه زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي في سيناء عن طريق تحلية المياه المهدرة واستخدامها في الزراعة. امبارح كمان مصر حصلت على 3 شهادات من جانس ريكورد للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة في العالم، أكبر محطة توليد وتشغيل بالأوزون في العالم، أكبر محطة معالجة للملوثات على مستوى العالم. وزارة الصحة والسكان أعلنت امبارح أن إصابات كورونا 702 والمتعافين 588، والوزيرة أعلنت عن بدء استقبال طلبة الجامعة والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وده بدأ امبارح ب 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية. برضو وزارة الصحة والسكان أعلنت الانتهاء من تطعيم 900,000 من العاملين في التربية والتعليم من أصل 1,000,000، وخلال أيام هيتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في منظومة التربية والتعليم. نرجع لوزارة الصحة والسكان اللي أعلنت انطلاق معا نطمئن، سجل الآن الحملة المستمرة في محافظات مصر وانطلقت أمس في الأليوبية وإنا والإسماعيلية، وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل على موقع الوزارة وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا. تعالوا نروح لوزارة التعليم العالي اللي أعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لحد النهاردة 7 مساء، لأن كان المفروض أن آخر معاد امبارح. دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن مد فترة التقديم ل 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية لحد يوم 2/4 أكتوبر، نظرا للإقبال الشديد على هذه المبادرة. جامعة الأزهر أعلنت بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعة ابتداء من النهاردة لحد يوم الخميس 30 سبتمبر. نروح لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي أتاحت خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من سن 2 فأكثر إلكترونيا، وده من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر للفئات الأولى بالرعاية. لسه مكملين صباحكم أطرحك على الراديو 90 90، وفي خبر برضو عن غلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق. لسه مكملين صباحكم أطرحك على الراديو 90 90، ولسه معك أحمد يونس حتى العشرة صباحا. يلا صباح علينا على SMS 199 فيسبوك بيج راديو 90 90.